أهلا بكم وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل دياب. أهلا بك، شكرا لحضورك. لنبدأ بتعريف السيارات الكهربائية أو أنواعها الموجودة لدينا هنا في السعودية. ولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. المركبات الكهربائية طبعا الناس تعتقد أن المركبة الكهربائية فقط بشكلها المعروف أنها فقط المركبة اللي تعمل على البطارية بشكل كامل. اليوم السوق السعودي موجود فيه نوع آخر موجود، اللي هو نوع المركبات الكهربائية اللي نسميها هجينة. هي غالبا مركبات تعمل على بمحركين، محرك يعمل بالبنزين وايضا محرك اخر كهربائي، ولها انتشار واسع اليوم في المملكه العربيه السعوديه ولها عده فوائد. ايضا النوع اللي معروف فيه مركبه كهربائيه هايبرد او شيء نسميها هايبرد، هذه مركبات الهايبرد. النوع الثاني ايضا مركبات اللي هجينه مزدوجه، هي هايبرد ولكن فيها يعني بامكانك انك تشحن السياره من خلال شاحن، وهذا النوع ما هو منتشر في المملكه بشكل كبير، يكاد يكون معدوم. والنوع الثالث اللي هو النوع الان اللي موجود، ومثل ما ذكرت في بدايه حديثك اليوم اطلق سمو سيدي ولي العهد اول علامه تجاريه سعوديه سير، وايضا الاستثمار في شركه لوسيد، هي سيارات كهربائيه بالكامل تعمل بشكل كامل على البطاريه، نطلق عليها سيارات تعمل بالبطاريه. طيب انتم تتولون في المواصفات والمقاييس اصدار شهاده اعتماد الطراز، دراسه الوثائق التي تثبت السلامه والمأمونيه للمركبات، يعني ما هي المواصفات التي تشترطونها وتناسب اجواء السعوديه؟ يعني شهادة المطابقة للسيارة الكهربائية ماذا تعنون بها؟ بالضبط، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جزء من منظومة متكاملة، بحيث نضمن اليوم المركبات الكهربائية اللي بتدخل للمملكة العربية السعودية المفروض أنها تكون آمنة، المفروض أنها تكون أيضا لها دور في تقليل التلوث البيئي، وأيضا لها دور أيضا في بدء استثمارات مختلفة في مجال السيارات الكهربائية. اللي أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية في عام 2019، وبدأ السماح باستيراد السيارات الكهربائية في 20 يونيو من عام 2020 في 2020 يونيو. طبعا اللائحة الفنية هي تضبط متطلبات السلامة، المتطلبات المتعلقة بالبيئة، الأداء للمركبات الكهربائية. اليوم يجب أن الفاعلين الاقتصاديين، نتكلم عن المصنعين، إحنا نتواصل بشكل مباشر مع المصنع بحيث نتأكد أن المركبات الكهربائية اللي تدخل اليوم للسوق السعودي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. طبعا المواصفات القياسية السعودية اليوم هي متوائمة بشكل كامل مع الممارسات الدولية، كل المواصفات الدولية اليوم هي مواصفات أيضا قياسية سعودية. اللائحة تحتوي على 166 مواصفة للمركبة بشكل كامل، احنا نركز على المركبة بشكل كامل، يتم اختبار المركبة، كذلك نركز على القطع داخل المركبة يتم اختبارها بشكل مستقل. المركبة الكهربائية تمر بمجموعة من الاختبارات، وبعطيك مثال عليها، اختبارات الصدم. السيارات تجهز بشكل كامل بنفس الشكل اللي تجهز فيه لتباع للمستهلك، ويتم اختبارها بإجراء اختبارات صدم، صدم أمامي وخلفي وجانبي، وأيضا اختبارات على السقف، وأيضا اختبارات على البطاريات. هذا الاختبار أين؟ في الشركة المصنعة أو عندكم؟ هذه يجب أن تقوم فيها الشركة المصنعة من خلال مختبرات معتمدة، ومن خلال إشراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن خلال فرق متخصصة. بعد ذلك تمنح شهادة اعتماد للطراز من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. بناء عليها نقدر نحكم أن المركبة الكهربائية اللي دخلت للسوق السعودي هي فعلا مطابقة للمواصفات أو لم تطابق. هناك قطع في السيارة مختلفة عن السيارات العادية اللي نستخدمها، الكثيرون يتخوفون من موضوع البطاريات في هذه السيارات الكهربائية، هل تناسب أجواءنا؟ هل يمكن أن تنفجر من الارتفاع درجات الحرارة؟ ما هي الاشتراطات لديكم؟ صحيح، طبعا هذا القلق يعني قلق يعني على مستوى عالمي، كثير يقلقون من قضية البطاريات خصوصا في ظل اختلاف الأجواء، سواء نتكلم عن حرارة شديدة أو برودة شديدة، كلها أيضا قد يكون لها تأثيرات. قضية البطاريات مراعاة من خلال اللائحة الفنية، ومن خلال وجود عدد المواصفات، ومن خلال عدد من الاختبارات. فإحنا نختبر البطارية كمنتج مستقل، اختبارات متسلسلة من ضمنها اختبارات صدم وغيرها من الاختبارات، وبعد أن تركب البطارية داخل السيارة نختبر السيارة بوجود البطارية، نتأكد أنها سليمة أو لا. فبعد ذلك أيضا نتحقق من سلامة البطاريات من خلال إجراء دراسات داخل المملكة، لا نكتفي فقط بتطبيق المواصفات، تجرى دراسات ميدانية داخل المملكة للتأكد من البطاريات اليوم اللي موجودة هي فعلا متوائمة مع الظروف البيئية، مع التضاريس الموجودة داخل المملكة، مع اختلاف المناطق داخل المملكة. ولا زالت هذه الدراسات مستمرة وستستمر ما دام أنه تقنيات البطاريات في تطور مستمر.
طيب تقنيات البطاريات في تطور مستقر يعني مستمر، هل تتوقعون بأنه رفع كفاءة البطارية، لأنه موضوع الشحن أيضا مقلق بالنسبة للمستخدمين، موضوع من 20 دقيقة إلى نصف ساعة في المحطات الشحن السريعة إلى 12 ساعة وصولا في شواحن المنزل، هذا اللي عنده فيلا يعني أصحاب الشقق لن يستطيعوا استخدام مثل هذه الشواحن ربما في المنظور القريب، هل تعتقدون بأنه يمكن تطوير هذه الكفاءة مستقبلا بحيث تقليل فترة الشحن؟ طبعا التطوير يجي على جانبين، جانب البطاريات وجانب الشواحن، بحيث المحصلة راح يكون عندي بطاريات تعمل بكفاءة عالية، السيارات يكون استهلاكها للشحن أثناء السير أقل، وبالتالي المستهلك أيضا أثناء استخدامه للشحن الشحن يوفر له قدرة شحن عالية. ممكن صح بعض المفاهيم في قضية الشحن. اليوم الشواحن أنواع، في شواحن مستخدمة داخل المنازل وهي الأكثر، والمفروض أن اليوم أن اللي يشحن سيارته يشحن في البيت بفترات طويلة، وهي السائدة، الأساس في السيارات أن يتم شحنها في المنازل وليس في المحطات، فتراتها تتراوح ما بين من 4 إلى 6 ساعات، نتكلم على مدى الشحن الطويل أثناء الليل، نتكلم عن شواحن بتكون موجودة داخل الأسواق، هذه متوفرة، تكون من نوع تيار متردد، طبعا هذه أيضا من 4 إلى 6 ساعات. الشواحن السريعة وصلت قدرتها اليوم إلى نتكلم 15 دقيقة وتقل عن ذلك، هذه نتكلم عن شحنة كاملة. إذا نتكلم عن أن سيارتك أساسا مشحونة ولكن تحتاج تشحنها 100 كيلو، نفرض أسرع شاحن اليوم يشحن خلال 3 دقائق، معناته أنه التقنية تتطور، ومعناته أنه الشواحن اليوم ممكن تصل إلى قدرة شحن أعلى وقت أقل بكثير مما نتوقع. لكم إشراف على موضوع الشواحن أو محطات الشحن في الصيف، كان هناك ملاحظة في بعض دول الخليج ومن ضمن السعودية أن هناك تعطل لهذه الشواحن، هل بارتفاع درجات الحرارة، هل يجب أن تكون في منطقة باردة أم ماذا بالضبط؟ طبعا كثير من الشواحن اليوم داخل المملكة من خلال المنظومة المتكاملة اللي أشرفت عليها وزارة الطاقة، كانت هناك رحلة للمستثمر واضحة تمر بـ8 مراحل. اليوم المستثمر إذا لم يمر من خلال هذه الـ8 مراحل، نتوقع فعلا أن يكون في عدد من الأخطاء. الشواحن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضعت اشتراطات لتركيب الشواحن داخل المحطات، المواصفات السعودية وضعنا اشتراطات للشاحن بحيث أن يتحمل إلى درجات حرارة عالية جدا، ونتأكد أن الشاحن فعلا يعمل بكفاءة. يضاف لذلك الاشتراطات اللي موجودة عند بقية الجهات مثل شركات المعنية بتوصيل الكهرباء لهذه الشواحن، أيضا هناك اشتراطات سلامة، فعدة مستويات من السلامة موجودة يتوفرت كلها بالتأكيد. اليوم كثير المستثمرين، السوق جديد، كثير المستثمرين يتعرفون على هالاشتراطات، فلا بد من حدوث بعض الأخطاء، واليوم المنظومة تحاول أنها فعلا تقضي على مثل هذه الأخطاء وتقوم سلوك بعض المستثمرين في قضية الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية. وهناك تخوف أيضا من المستخدمين، المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة، هناك قلق المحطات لن تتوافر في المنظور القريب مثل محطات البنزين، هل يمكن أن يكون هناك بطارية احتياطية شيء من هذا القبيل لحل المشكلة ماذا؟ طبعا القلق من المدى هو قلق عالمي، ما هو قلق فقط المملكة، الجميع يقلق. اليوم السيارات التقليدية كذلك قد تكون تقلق أثناء سيرك في مسافات طويلة، ولكن أنت تعرف أنه في محطات داخل الطريق ممكن أقدر أشحن سيارتي. السيارات الكهربائية في ظل تزايدها بالتأكيد تتزايد معها قضية الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، وتزيد البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بالتالي راح يزيد معي عدد المحطات، والقلق هذا تدريجيا يخف. الأساس في السيارات الكهربائية لا يتم شحنها من خلال الشواحن السريعة، الأساس الشواحن اللي تكون متوسطة السرعة داخل المنازل، لأنه البطارية الليثيوم سلوك الليثيوم ما يتقبل عملية الشحن بشكل متكرر لهالبطاريات لدقائق قليلة وقدرة شحن عالية. كذلك في المقابل السيارات الكهربائية تطورت، وصلت المدى الخاص بالسيارة إلى نتكلم عن 600 كيلو، في المقابل بعض السيارات اللي تعمل بنزين ما زالت 500 كيلو، معناتها أن السيارات الكهربائية قد تصل في القريب العاجل أو بعضها وصل إلى 1000 كيلومتر كمدى للسيارة الكهربائية، معناتها أنه ممكن أغطي مسافات كبيرة داخل المملكة. شكرا جزيلا لك المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل ذياب، شكرا لحضورك ووقتك معنا. استثمارات مليارية للمملكة في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية وتوقعات بإنتاج ما لا يقل عن 500,000 سيارة سنوياً بحلول العام 2030، فكيف مهدت السعودية هذا الطريق نحو ريادتها القطاع؟